قدم نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو لإغلاق مخيم الهول، فهل سيلقى هذا المشروع الموافقة؟ وسط مخاوف من استعادة تنظيم داعش الإرهابي نفوذه في سوريا وزيادة خطر المخيمات التي تؤوي عائلات التنظيم، طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يسعى لإغلاق مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا. المشروع الذي قدم تحت عنوان قانون المعتقلين والمهجرين السوريين يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في المخيمات بسوريا، ويخص بالذكر مخيم الهول بريف الحسكة الذي يؤوي نحو 60,000 شخص من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين إضافة إلى عوائل تنظيم داعش. عرب المشروع السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ليندسي جراهام أعربا عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش الإرهابي سيطرته على مخيم الهول، وأشارا إلى المرحلة الثانية من عملية الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، والتي أدت إلى إلقاء القبض على نحو 300 عنصر من خلايا داعش وتحرير 6 نساء من العبودية. السيناتورة جين شاهين أوضحت بأن مشروع القانون المطروح يعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية وجمع الدعم الدولي للتحقق من هزيمة داعش بشكل مستديم. بدوره شدد جراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق المخيم، مشيرا إلى أن الوضع الميداني في مخيم الهول يزداد خطورة. هذا ويسعى مشروع القانون المطروح تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون عناصر داعش المحتجزين إلى نهاية عام 2025، وتطوير استراتيجية بين الوكالات الأمريكية لمعالجة أزمة المخيمات. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن زيد مستو، صحفي. أهلا بك أستاذ زيد. إذن نواب ديمقراطيون وجمهوريون يقدمون مشروعا في الكونغرس الأمريكي لإغلاق مخيم الهول، بداية نسأل ما الذي دفع هؤلاء إلى تقديم هذا المشروع وما مدى أهميته؟ أستاذ زيد، أستاذ زيد هل تسمعون الآن؟ نعم. أهلا بك أستاذ زيد. إذن ديمقراطيون وجمهوريون يقدمون مشروع في الكونغرس الأمريكي لإغلاق مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بداية ما الذي دفع هؤلاء إلى تقديم هذا المشروع وما مدى أهميته؟ برأيي هو الموضوع أكبر من الهول. هناك خطة روسية تركية لإبعاد أمريكا عن شمال شرق سوريا. أمريكا ليست مهتمة كثيرا ببقائها في سوريا، وتركيا تحديدا تريد القضاء على قسد، وتريد الضوء الأخضر من روسيا التي تتقاطع معها في المصالح بإبعاد أمريكا عن المنطقة. فمخيم الهول هو واحد من أهم الملفات العالقة لهذا المشروع، لذلك هناك خطة أمريكية برأيي أن الإغلاق المخيم الذي يسبب الكثير من المشاكل القانونية والإجرائية بما فيها يعني إجراءات العسكرية للولايات المتحدة. المخيم اللي هو المعروف هناك أكثر من 60 إلى 100,000 شخص في هذا المخيم، هناك العائلات التي لا تريد القادمة من أوروبا على سبيل المثال التي لا تريد هذه الدول احتضانها. فمؤرق أمنيا المخيم الهول للولايات المتحدة، لذلك إغلاقه يعني يأتي في هذا الإطار كما قلت. ليس من الواضح كيف تسير الإجراءات التفاوض بين الولايات المتحدة وتركيا في بالخطة التي تحدثت عنها، ولكن أعتقد أن هذا هو واحد من الملفات العالقة التي يمكن يعني بحله أن تسير المفاوضات. طيب لماذا طرح هذا المشروع الآن في هذا التوقيت أستاذ زيد؟ رأيك؟ كما قلت يعني هي تركيا تسعى منذ فترة على
إخراج يعني هناك دعنا نقول هناك مصالح مشتركة. تركيا الأولوية التركية في المنطقة هي القضاء على قسد. أولوية روسيا هي إخراج أمريكا من المنطقة. أولوية أمريكا هي الاستقرار في سوريا تحديدا وفي شمال شرق سوريا تحديدا، حتى يعني لا ينتشر هذه الجماعات تعيد إنشاء نفسها من جديد. وأمريكا برأيي لا تجد مشكلة في الخروج من سوريا. سوريا ليست مهمة بالنسبة لأمريكا، دائما وأبدا أقول أن سوريا ليست مهتمة كثيرا في الملف السوري، وهي تركت الملف السوري لروسيا. فهناك مفاوضات تجري. يعني أفهم من حديثك أستاذ زيد أنك تقصد أن تريد واشنطن إنهاء ملف مخيم الهول بداية لخروجها من سوريا، يعني هكذا أفهم منك؟ بالضبط، أنا برأيي هذا ما تفعله أمريكا. مخيم الهول هو واحد من الملفات يعني للسير في هذه يعني في هذا المشروع الذي أتحدث عنه. مخيم الهول هو واحد من الملفات العالقة، لأنه لا يمكن للأمريكان ترك المنطقة وإبقاء على مخيم الهول، لأنها لا تثق بالأتراك ولا تثق بغيرهم بإدارة هذا المخيم، لأن هذا المخيم أمنيا توجد فيها الكثير من عائلات المقاتلين. يوجد أيضا فيه مقاتلات من داعش، يوجد فيه حتى مسلحين، هناك الكثير من الجرائم. أحد الإحصائيات على يعني في خلال شهرين الماضيين أكثر من، لا أتذكر الرقم بالضبط، ولكن أكثر من 25 إلى 30 حالة قتل. حتى في الحملة الأخيرة التي قادتها قوات الأمن الداخلي بدعم قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول أسفرت عن اعتقال ما يقارب من 300 شخص مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وأيضا وتحرير معتقلات. يعني كانت الحملة الأمنية واضحة أن هناك بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي أو لخلايا تنظيم داعش في هذا المخيم. لو تحدثنا يعني لو سلمنا جدلا بهذا المشروع الأمريكي، هل سيحظى بموافقة الكونغرس ويصبح قانونا؟ نعم، لما لا؟ لأن الأمريكا تريد كما قلت لا تجد مشكلة في الخروج من سوريا، والمشروع طالما قدمه أعضاء في الكونغرس وطالما هو أصلا قدمه جمهوريون وديمقراطيون، فبرأيي هناك توافق عليه مبدئي وقدم. ما الذي سيجري بعد ذلك لا أعرف، لكن أعتقد أن هذا هو المشروع القائم. يعني هناك مفاوضات سوف تجري بين جميع هذه الجوانب، قد تكون يعني تعلق في مكان ما، ولكن برأيي أن هذا هو يعني طيب نعم هو الموضوع فقط. المخيم الهول أستاذ زيد يعني معروف وموضوع شائك جدا ومعقد، ولكثرة المتواجدين في هذا المخيم من جنسيات إقليمية وجنسيات غربية أوروبية أيضا. لكن يعني هنا نسأل عن آلية، كيف ستكون آلية إغلاق هذا المخيم؟ هل ستكون مجدولة زمنيا؟ هل ستكون يعني أولى خطواتي أولا بترحيل أو استعادة الدول اللي رعاياهم دواعش وبالتالي محاكمات وبعدها إغلاق المخيم؟ باعتقادك حضرتك موجود في واشنطن، كيف ستكون الآلية؟ يعني سؤال مهم جدا، وأعتقد أن الجواب عليه أيضا معقد، لأن فعلا هي مخيم الهول مؤرق أمنيا وسياسيا وقانونيا. هناك أعداد كبيرة هائلة جدا، هناك مقاتلين في داعش وعائلات لا تريد دول احتضانهم، هناك فرنسيات ومن جميع الجنسيات الأوروبية وغير الأوروبية، ولا تريد هذه الدول إعادة المواطنين إليها لأنها تجد يعني فيهم خطورة. أمريكا تجد في أنك إبقاء على مخيم الهول أيضا مشكلة أمنية، ولا تريد تسليم هذا الملف لجهات أخرى. فعلا سؤال يعني الجواب معقد، ولا أعتقد أن طيب حتى موضوع استعادة، أعتقد أن حتى في أمريكا أيضا يعني هناك جواب جاهز في هذا الوقت. يتحدثون الآن ربما عن يعني عن خطة لإغلاقه، ولكن كيف أعتقد يعني خطوط عريضة حاليا لديهم جواب، ليس لديهم جواب أعتقد في الوقت الحالي. طيب تحدثنا عن موضوع وتحدثت عدم استجابة بعض الدول لاستعادة رعاياهم،
لماذا هذا التعنت من هذه الدول لعدم استعادة رعاياهم دواعش؟ معلوم أنه هناك لديهم محاكمات، لديهم قضاء، لديهم مراكز إيواء، لديهم مراكز إعادة تأهيل. يعني هذه الدول تجد في أن هذه الجماعات التي خرجت من بلدانها تشكل خطورة على الأمن الداخلي، أيضا عودتها إلى بلادها تؤلب الرأي العام، وهناك المزيد من الإجراءات. يعني هي مخيم الهول، أستطيع أن أقول هي شبيه بغوانتانامو، مكان لا يخضع للقانون، وضعوا فيه الجماعات الأشخاص الغير مرغوب بهم، وأمريكا هي التي تدير هذا الملف. أستاذ زيد، حتى لو يعني تمت المصادقة على موضوع هذا المشروع وأصبح قانونا، ألا يحتاج ذلك موافقة أو تنسيق بين واشنطن والدول الغربية أو دول التحالف الدولي لتنفيذ أو لتطبيق هذا المشروع، كون هناك يعني تحدثنا جنسيات أكثر من 50 جنسية في هذا المخيم؟ أكيد يحتاج تنسيق بين هذه الدول، و يعني برأيي أن المسألة الوحيدة التي يمكن حل فيها هذا الملف هو أن تسلم الولايات المتحدة المخيم إلى دول أخرى تثق بها. غير ذلك ربما على سبيل المثال قد يكون هناك ضمانات روسية بالإبقاء على هذه، بالرغم من أن الولايات المتحدة لا تثق بروسيا، ولكن ربما قد يكون بالمفاوضات أن الولايات المتحدة تسلم هذا المخيم لروسيا وهي التي تتكفل بالإبقاء على السجناء. طيب يعني في من الممكن أن هناك يكون استجابة للدول أو التحالف الدولي أو حتى أمريكا استجابة لطلب الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بإنشاء محكمة خاصة لهؤلاء الدواعش في سوريا. يعني ما الذي يعيق أو يعرقل إنشاء هكذا محكمة؟ هناك مسائل قانونية وسياسية، عوائق سياسية وقانونية. العوائق القانونية أن هؤلاء الأشخاص هم من دول مختلفة، محاكمات، حتى تجري محاكمات داخل سوريا يجب أن تخضع لأي قانون، القانون الأمريكي، القانون السوري، موضوع قانوني بحت يعني. وأيضا هذه الدول كما قلت يعني ليست هناك رغبة باعتقادي لحل هذه المشاكل، وهذا ملف يعني أعتقد أنه ملف شائك جدا وصعب أن يحل. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سيطرح القانون، ولكن برأيي أن هذا الموضوع سوف يؤجل. أشكرك جزيل الشكر الصحفي زيد مستو، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود، ابقوا معنا.